هواب والأوله أقرأ السلام من خاطري حال الكرام، يلكم تحية واحترام يا أهل المعاني الطيبات، والملك لله يدوم. طريقة إلقاء العازي عندما تدخل فرقة الرزحة إلى ضيوف أو إلى ناس معينين، بطبيعة الحال تكسر الرزحة ومن ثم يقام العازي. في عازي مع دخول الناس بطبلهم ودخلوا سلافه واحد السلاح اللي يعرف يعزي يعزى، انا طاح او واحد او اثنين مثلا قال ايوه عازي ايوه ولا القبائل حامين الحلايل بالسيف والضيف عزكم الله يدوم. فن العازي عباره عن فرع من فروع الرزحة. الرزحة فيها فروع كثيره، فيها اللال وفيها الهمبل، فيها الدواريات او النوايح القصيره، وحد يسميها في نايح الطويل اللي ليها ناحيه وساعد، وكذلك فيها اللال، اللال بجميع انواعه، الصوري، الجعلاني، المسقطي، المطرحي، نوايح كثيره يعني حسب الولايات، تقسم على حسب الولايات. فهذا العازي يعتبر عباره عن فرع من فروع الرزحة. عند وصول الفرقة يصفوا صفين ويبدأ العازي المعزي يعزي، هو عبارة عن سلام وهو عبارة عن ترحيب للولاية. فيبدأ المعزي يعزي ويكون الرديد خلفه، يكون خلفه طبل كاسر، ويكون كذلك عند الرديدة، وكذلك يكون عنده مجموعة من الشباب أو من الجماعة صافين خلفه، ويبدأ يردوا بالملك لله يدوم. فيبدأ يعزي والمسلم كبر، سود مشهورين، سود معروفين، سود أرض وسماء، سود بحور الظماء، سود ما حد مفنود. هوا بالألف ألفت المثال وثنيت مدحي للرجال يتزاحم وحل القتال، مخلفات صارمات والملك لله يدوم. أنا اللي أعرفه عن العازي يطلعوا من بداية أول نقطة برزحة شعبية إلين نقطة التجمع اللي يتجمعوا فيه للفنون الشعبية. نعم. طيح الرزحة يطلع شخص اللي عنده خبرة في العازي واللي يلقي العازي، يلقي العازي للمجموعة كاملة، طاح العازي يشل الرزحة مرة ثانية من جديد، وهكذا يعني العازي. العازي هذا أساسا للحماس وقت الحرب مثلا، او ربما مثلا جماعه رايحين يعني يجيبوا حاجه من بلد معين ووصلوا هذيك البلاد وهم مجموعه، اول حاجه يسووا عازي لهم. يعني هذا العازي يعطيهم حماس، والشخص او اللي في المقدمه اللي يلقي العازي يكون له هيبه ويعطي ذاك المكان هيبه عين وحيويه. نعم، في حتى ممكن المجموعتين يلقين عازي. انا رايح بلد اجيب مثل عروس من ذيك البلد، أصحاب البلد كذلك يسويون لا. فتوقف الإبل مع الحمير مع النساء الموجودات في على راكبات في مكان معين، وبيمد العازي. هيمد العازي على الصفوف وعلى الناس اللي جايين كلها، ما حد يتحرك من المكان هذاك حتى يعزوا. بعد ما يعزوا يسلموا على المنطقة. زين. بعد ذلك تصرفوا في أمورهم. ولا أول عازي يبني عند ما يجيبوا العروس. زين، يبدي دخلت الناس وصفوا وصفوا الناس ويبدا العازي. هواب والباب طول المسلمين يلهم عوايد من سنين يما ويما مجاهدين، فوق الخيول الصافنات والملك لله يدوم. هواب والتات عازوا باليداد
يوم المصادم والجهاد باعدنا بيع الكساد الجف حور غانيات والملك لله يدوم واب والثاث واري خيلهم طوطل فعل والدوس دام شبانك كبار الشيم الموت يجروا الطايلات والملك لله هدوم ايه واو للقبائل حامين الحلايل بالسيف والضيف عزكم الله يدوم في البداية مثل ما تقول يواب تبدي باليواب أهل القبائل دمسايل أهل السيف أهل الضيف وكذاك يعني وتولف عليه كلام هاي بدايته وبعدها تبدأ بالعزوة. بالنسبة للمقدمة تقال يعني في بطريقتين، بطريقة أي جواب أي جواب يعني يريد هذا الشخص اللي يسوي العازي يريد من جماعته ومن ربعه يتجاوبوا معه أي جواب يعني أي أريد جواب، وفي أيضا طريقة أخرى صبيان كبار الشيم يعني يستنجد بالأفراد اللي عنده بأنهم يقوموا معه بهذا الواجب ويواكبوه ويازروه، ويقال فيها أسود يا أسود يعني ينادي هذا للناس إنكم يا أسود قوموا بهذا الواجب أو إنكم يعني تفاعلوا معي إن أنا اللي أقول الأبيات تفاعلوا معي. أسود يا أسود برق ورعود، أسود يا من حضر، أسود يا أهل النظر، أسود يا أهل السيف، أسود يا أهل الضيف، أسود يا أولاد العم، أسود بحر طم، أسود يا رجال قابوس، أسود يا أهل الناموس. وبهذه المقدمة يكونوا شكلوا مجموعة كلها حماس واستنهاض لهذا الكلام. والمسلمين كبر أسود يا أسود برق ورعود، أسود يا من حضر، أسود يا أهل النظر، أسود يا أهل السيف، أسود يا أهل الضيف، أسود يا أهل السلم، أسود يا أهل العلم، أسود يا أولاد العم، أسود بحر طم، أسود يا رجال قابوس، أسود يا أهل الناموس. والمسلمين كبر. قاعدة كتابة أبيات العازي يعتمد على الكاتب اللي كتب الأبيات، بعضهم يكتبه بالألف وينتهي بالياء وهذا يسمى ألفية. يبدأ الشاعر يعزي من ألف إلى الياء، وكل حرف لها أربع أبيات. مثلا يقول الألف ألفت المثال، واثنيت مدحي للرجال، يتزاحموا وحل القتال، بمخلفات صارمات والباب طول المسلمين، يلهم عوايد من سنين، يما ويما مجاهدين فوق الخيول الصافنات. ويبدأ طبعا اسمه بالحروف هكذا من الألف إلى الياء. وبعضهم يجيبوا سرد كلام من شطر البيت وعجز البيت وينتهي بقافية معينة. وكذلك الثاني العازي المستمر والعادي على حرفين، عجز وبيت، عجز وبيت، شطر وبيت وهو مستمر. مثل يقول سميت باسمك يا إله، يا خالق موت وحياة، ويا رافع العرش في سماه، سبع انطباق عاليات، تالي صلاتي عن النبي الأبطحي اليثربي يلي تضمن عظبي شفيعنا يوم الشتات. وهو مستمر وهكذا يعني. ممكن يكون أيضا بالأرقام مثلا من الواحد والاثنين وحتى ينتهي إلى العشرة، هذا أيضا ممكن يسجع آخر. هواب والأوله أقرى السلام من خاطري حال الكرام، يلكم تحية واحترام يا أهل المعاني الطيبات والملك لله يدوم. هواب والثانية طاب اللقاء بوجوه غاية في النقاء، أهل العفافة والتقاء وقلوب دايم صافيات والملك لله يدوم. هواب والثالثة فيها ثناء لما التقينا ها هنا، كل على طيبة وهناء يوم استوت المناسبات والملك لله يدوم.
تابعه ربعي صفوف فيهم تقاسي من الوصوف يدوسوا على النار بخفوف إذا من دعتنا لازمات والملك لله يدوم هواب والخامسة خامس لقول ننشد بعازينا ونقول ناظم مرتب بالأصول مثل العالم زخرفات والملك لله يدوم أبدي بمثالي في السيول إذا نزل خول فخول تفسر مياه تنفي النزول فيها العواصف والنقم فيها العواصف والقراف كالبوخ باتم بالطرب هذا العازي هو يكون توثيق الحدث انه صارت هذه القرفة في السبعينات وقام الشياب احد الشياب وكتب ابيات يعني على شكل عازي اكثر هو شيء مثلا اذا كان في حادثة معينة في الماضي الحوادث مثل احنا نسميها جايحة اللي هي الاودية والفيضانات وهذا من هذا القبيل هذا عمل لها عازي من البداية حتى النهاية يعني على سبيل المثال القرفة اللي صارت في السبعينات ذكر اللي عامل العازي هذا من البداية حتى نهاية القرفة لما توقع حادثة معينة الشعراء في عمان يعني يعمل عازي عن الواقعة هذه ايش اللي صار في الواقعة هذه وبتاريخها على سبيل المثال كما ذكرت لك على انه لما القرفة لما صارت هذه الشاعر هذا اللي عمل العازي عمل من بداية القرفة من أول يوم بدأ المطر حتى نهاية القرفة إيش اللي صار فيها لذلك هو الحين عاد الشعراء كلهم يتغنوا بهذا الشعر أو بهذا العازي هو يشل وقت الطلب وقت العروسات وقت الأعياد أنت نازل من الأعياد من صلاة العيد مثلا في ناس نوبة تعزي عزوة يسمونها عزوة خطوف وانت نازل على 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 الحار خطوف تسرع يعني مثلا الخطوف غير الخطوف انت ماشي ما لنا يعني مثل الصفوف قائمة لا انت نازل من هناك مثلا من المصلى نازل من المصلى لازم ما تدور فيها العزوة لازم تمشي فيها هذه يسمى لها عزوة خطوف هذه طبعا عزوة الخطوف اكثر شيء ايام الاعياد ايام الاعياد الشاعر كان مريض استحرج الرجال يعرف شخص وما جاء ألين تم مده سووا عاد الشعر هذا طيف فضاني في المدام خلاه وادي من دير قال لي تنبه يا غلام أبث لك علم وخبر رديت وافتح باصري واقيس أمري وافتكر تم يتمعن خاطري ويقول هيشن هالمر قال لي هذا أمر تعيب وأنا رسول للنذر سق من ولا يا أبا طبيب تابع ومطلوب العمر اسمع كيف يعني موجهن على هش يعني على مرضى مثلا أنت ما مريت معه اشتهج الرجال شلينا خطوف من هناك هن نفس العزوة هذه أيوة شلينا خطوف موجودة معكم طيف فضاني في المنام خلى فؤادي من دير قال لي تنبه يا غلام وانبث لك علم وخبر رزقكم بالله يدوم رديت وافتح باصري واقيس امري وافتكر تم يتمعن خاطري ويقول هيشن هالمر رزقكم الله يدوم أياس من باب الحياة الدمع من عين انتثر الموت ما حد يباه لكن ما عنا عذر يعزكم الله يدوم الموت في رقاب العباد يموت لي عمره قصر واسعد يلي حيد زاد في الآخرة ما هو خسر عزكم الله يدوم أياس من باب الحياة والدمع من عين انتثر والموت ما حد يباه لكن ما عنا عذر عزكم الله يدوم احنا عندنا في شمال الشرقية كان اول في الزمان قبل ما يؤدي العازي لما يجيوا ناس القبائل وكذا
جايين لعرس أو أي شيء من المناسبات، بعد ما يوصلوا عند الجماعة وينقطع الرزحة، هناك في عازي يسمى العايهوس، يقدم هذا عايهوس اللي هو نخوة العازي، هذا يكون عايهوس يردد هذا حتى أن يجي الشخص ويؤدي العازي. الزفين يكون هناك يزفنوا الزفين مع الطبل، طبعا في ضربة خاصة على العازي من غير الضرب اللي يعملوها على الرزحة. تكون في الأول لما يوصلوا بالرزحة ويوصلوا مع الجماعة هذاك بينطقوا بالعايهوس مع ضربة الطبل مع الزفين، شيء بسيط، وبعد ذلك يقوم عاد الشخص يؤدي العازي. هاي وبنعتبر من كل حال الدهر ما ثبت بحال، أفلاك تريب لا محل، أفلاك والدنيا تمور والملك لله يدوم. هاي وبفلك والدنيا تدور، يلا دمي ملك عمر فكر في حالك واعتبر، وتكون على نفسك حذور الملك لله يدوم. هاي وتكون على تقوى وبر، كان فنو منها وعبر ولبت ليت بها صبر، والدار مفتاح الأمور والملك لله يدوم. بعد العازي طبعا ينتهي بتكبيرة، وهذه نهاية التكبيرة وبداية لشلة من الشلات اللي تكون ترحيبية للناس اللي يواجهوهم أو, 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 أو يعني قدموا إليهم. هواب والعاشرة عشر تمام، أنهيت قولي والسلام، أبغي العذر قبل الختام، يهل العقول الفاطنات والملك لله يدوم. والمسلمين كبر. طبعا العازي يبتدي بالمقدمة بالتكبيرة والمقدمة وينتهي بالتكبيرة. والمسلمين كبر. سود ولادي سود، سود بحر مطم، سود قال قابوس، سود أهل الناموس، سود عيد السيف. والمسلمين كبر. هو عب سميت باسمك يا عليم، لخالقي نهار وليل، في كل شيء له دليل، رب بكل شيء عليم، والملك لله. أي هو عب رب بكل شيء عليم، لحصن اسماعيل نحث المسيح، دار الكرامة ودار خير، يا رب تحفظها مديم، والملك لله. يا رب تحفظ هالوطن من كيد أصحاب الفتن، ونعيش في راحة وأمن في ظل قابوس الزعيم، والملك لله. هواب في ظل قابوس الهمام، نمشي بعزومه للأمام،
نعطي وناخذ الاحترام في خط سير مستقيم والملك لله يدوم. واب في خط سير معتدل ويبارك الله الجمع. اقهو دعوام اكتمل ويعد ذا فعل عظيم والملك لله يدوم. عد ذا فعل النجاح وبعون ربي للفلاح. العلم للدنيا صلاح والجهل أشد به غريم والملك لله يدوم. أيوا بالجهل بيبان أغلقت وبيات شعري انتهت والخاتمة ربي حمدت. لكم تحية من الصميم والملك لله يدوم. والمسلمين كبر. وبعد العازي خلاص من ينتهي المعزي طبعا لا يمكن أن يهز السيف وهو يعزي، يكون هز السيف بعد انتهاء البيت الأخير والملك لله يدوم. خلاص من يسكت هو يبدأ يهز السيف، بعد ما يهز السيف انتهى دوره، هو عبارة عن دور كامل على حسب طول العازي سواء بعازي الخطوف ولا عازي المستمر. بعد انتهاء العازي يوقف على صوب يبدأوا يشلوا الفن اللي هم يريدوه. طبعا في الأمور رصحة كثير، بغي يشلوا قصافيات، بغي يشلوا دواريات، بغي يشلوا اللال العود، بغي يشلوا الونة، بغوا يشلوا واللي هي ناحية طويلة ناحية الصاعد، وهكذا يبدأوا عاد في الفن والرصحة اللي يستحبوها.